مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة انعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث تناول الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة. كما بحث المؤتمر كيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، ومن ثم دعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة. المزيد أفادتنا به الزميلة نزهة السولق الإعلامية الأردنية من البحر الميت. نعم، أنا الآن في البحر الميت من حيث يعني انتهى مؤتمر الاستجابة الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة. انتهى المؤتمر ولكن لم تنتهي الجهود العربية والعربية الدولية والإغاثية للأهل في قطاع غزة. كانت يعني آخر محاور المؤتمر الذي انتهى قبل دقائق، وهو مؤتمر مشترك ثلاثي أردني مصري وأممي، حيث يعني كان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وأيضا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وأيضا مارتن غورث أمين مساعد أمين عام الأمم المتحدة، حيث يعني تم الحديث عن آخر النتائج التي خرجت بها مجريات المؤتمر منذ ساعات الصباح الباكر. وهذا المؤتمر الذي كان بدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأيضا فخامة الرئيس السيسي، وأيضا بحضور عدد كبير من المنظمات الإغاثية والإنسانية، وأيضا عدد كبير ما يقارب 130 دولة وأيضا منظمة مشاركة في هذا المؤتمر، وجميعهم كان محور حديثهم اليوم غزة وما سيحصل لغزة بعد هذا المؤتمر، وكيف سيتم يعني بذل الجهود وشحذ الهمم لمعالجة الوضع الكارثي الإنساني والميداني والصحي والتعليمي وكل القطاعات وكل المجالات في غزة لوقف الحرب الغاشمة من قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة، وأيضا يعني إعادة والمساعدة في تزويد الشعب الغزي بالمساعدات، وأيضا ضمان وصول هذه المساعدات دون الضرر وإراقة دماء الغزيين خلال إيصال هذه المساعدات، والأهم أن يتم وصول حل جذري عربي دولي لإيقاف الحرب على غزة. يعني جهود كبيرة تبذل من جميع الجوانب العربية والدولية والإغاثية والمنظمات التي كانت موجودة هنا، والتي أيضا هي كانت جزء ممن تعرض للقتل ويعني الدمار الشامل في ممتلكاتها على أرض غزة، وأيضا الجانب الإعلامي، أيضا هناك إعلاميين زملائنا فقدناهم الرحمة يعني لأرواحهم، أيضا فقدناهم في غزة خلال التغطيات، وأيضا يعني أهم المحاور التي خرجوا بها المؤتمرون اليوم في هذا المؤتمر الذي كان على مستوى يعني رفيع، أن يتم وقف الحرب في غزة، وأن يتم إيصال المساعدات الإغاثية، وأن يتم تفعيل يعني معبر رفح، وأن تتم الإمدادات بشكل أكبر وجهود تكون مكثفة أكثر لإيصال المساعدات الإنسانية والدوائية والعلاجية للأهل في غزة.